بتكون موجودة، ولكن الإجابات هي اللي بتكون في أيادي اللاعبين وفي أيادي برضو المدربين. هننزل كده للدرافت بشكل سريع وبشوف عندي ميليسا مرة تانية بتكون هي الفيرست بان، والناحية التانية الأوكي برضو بسرعة جدا بيشيلوا أرلت. أنا حاسس كده إن البانز عندنا بقت سريعة، تفتكر عشان الفرقتين عارفين بعض قوي؟ ولا يعني حاليا البان سريع، ولكن الجيم الاولاني لا، الجيم الاولاني كان نوعا ما الفرقتين متريسين كده واخدين وضع الهدوء، ولكن الجيم الثاني بيكون خلاص بقى يعني ابتدوا يفهموا بعض اكتر، وزي ما انت قلت يا ياسو كده حفظوا بعض، فبيبتدوا يتجهوا للبان على طول. ميليسا انا حاسس ان هي يعني حجزت مقعد الاول في البانز على طول، بتبقى دايما فيرست بان عندنا ميليسا، يعني حقيقي. مش بس في السيريس اللي احنا شايفينها حاليا، في كذا يعني سيريس او كذا مباراه شفنا ميليسا على طول بتكون فيرست بان. ميليسا تستحق ان هي تكون موجوده في البان، ولكن فرصه بجانبها وارلوت بجانبها. ايف يا ياسو اللي كان اداء ميو اسطوره بيها، فظيع، هتخش في البان ولا يسيبوها الميو؟ رايك ايه؟ انا شايف ان هم بعد ما شالوا موضوع فرصه والرينج العالي جدا اللي بتقدمه فرصه، ممكن ان هم برده نفس الكلام يعملوه، ان هم يعني ياخدوا ايف مره تانية بعد ما هم شالوا افضليه او تواجد بيك فرصه اللي حتى الان اثبتت وجودها في الام بي ال مينا. بالنسبه لفريق الرويال كينجز اللي دلوقتي بيعمل السكند بان بتاعته، بيك جلو بتكون خارج نطاق الخدمه بالنسبه للفريقين. الدرافت حتى الان بيميل للبكات اللي احنا بنشوفها بتكون مؤثره في البطوله بشكل كبير، اللي بنشوفها بتكون مؤثره في ايادي اللاعبين بشكل كبير. جوي مع ان ناس كتير ممكن تحكي عنها، ممكن الناس تقول لك ازاي البكات دي اوبن محدش ياخدها، في بيكون استراتيجيات محطوطه من الكوتشز، بتكون في تدريبات موجوده للبلايرز، بيكون في حاجات كتير بتلعب دور كبير قوي قوي في ان واحد من الفرقتين ياخد بكات معينه ويوظفها جوه المنظومه بتاعته. فارمس هو اختيار فريق الرويال كينجز بعد البان بتاع جلو. كلمنا كده عن البان الثالث وشايفه لسه يعني لسه كنت اقول لك كلمنا عن البان الثالث شايفه مش هيكون ايه، بس برضه كاجا دخل خلص الموضوع كله، وبالتالي فريق الاوكامي بيخلص المرحله الاولى من الدرافت. الفيرست بيكس مازال في كتير جدا مطروح، ولكن الفرقتين هم اللي هيقرروا. لسه كنا بنتكلم ونقول فريق الاوكامي هيسيب ميو ياخد ايه تاني ولا لا، ولكن طبعا تركوه واخدوا فالنتينا الناحيه الثانيه. عندك التيميت بتاعت ايف مع برضه هنسرقها فالنتينا وهيبقى معانا نفس الالتيميت كده كوبي بيست، فمفيش اي مشكله. نوعا ما الخطه ممتازه جدا من فريق الاوكامي، ولسه طبعا بقيه الهيروز اللي هتظهر مع فريق الرويال كينجز ممكن يكون فيهم حاجه يعني كويسه جدا ليف. ولكن مارتس كينجي طبعا وادائه المميز جدا بمارتس، وشفناه قد ايه هو مرعب بمارتس وقادر انه يكون اضافه كبيره جدا لفريق الاوكامي. الناحيه الثانيه فريق الرويال كينج كده احنا منتظرين نشوف مين الماركس مانات اللي هتظهر. ميليسا طبعا في البان ليست، ولكن بيتريكس اعتقد كده كده هتكون موجوده، يا اما في فريق الاوكيم يا فريق الرويال كينجز، وبعديها بقى نبدا نتكلم هل كاري برودي، لكن بيتريكس 100% موجوده. انا بصراحه يعني وحشني ان انا اشوف بكايه موسكوف اللي ممكن احنا نشوف بيها كوبا، راجل متميز جدا بالبيك دي، ولكن بنرجع تاني لاختيارات اللاعبين، ومينيتور هو بيكون سيد الموقف لفريق الرويال كينجز واللي هيستخدموه نقدر نقول. لسه كنت اقول لك الرومر واغلط في الكلام، لا ممكن يكون الرومر وممكن برضو ان هو يكون الجنجل، فبالتالي غير معلوم بالنسبه لفريق الاوكامي اي سبورتس ايه اللي بالظبط ممكن يحصل عند فريق الرويال كينجز، ولكن الاكيد هو ان كاري هنشوفها دلوقتي في الجولد لين للمره الثانيه والمره الرابعه النهارده بنشوف بكايه كاري، واللي انت كنت لسه بتحكي عنها وبتقول ان البيك دي تستحق من تكون من اوسع الابواب ان هي تدخل معانا في الدرافت المستمر والمتكرر لكل الفرق. كاري انا شايف حاليا ان هي بكايه يعني بكايه مكسب لاي فريق بيقدر ياخدها. ليه؟ زي ما احنا قلنا الميتا حاليا متمحوره حوالين التانكات، التانك بيجنجل والتانك بيروم والتانك في الاكس بي. كاري فعلا هي حل عظيم للتانكات، وشفنا في كل جيم بيكون في كاري قد ايه التانك بيكون نوعا ما يعني بيختفي بسرعه كده. ولكن هنتكلم طبعا عن سينزي اللي اخد بندتا، وهي طبعا بكايه نوعا ما فري ستايل كده، مش اي حد بيقدر يلعب بندتا، لازم يكون ادائك مميز جدا بندتا عشان تجازف وتاخدها من الهيروز الصعبه، مش سهل ابدا انك تلعب بيها. ولكن طبعا احنا منتظرين نشوف سينزي ايه اللي قادر يقدمه ببندتا. لحد دلوقتي الدرافت انا شايفه قوي جدا من ناحيه الفريقين، ولكن قول لنا كده مين الرومر اللي هيكون موجود من ناحيه فريق الاوكيمي؟ هل هنشوف جروك ولا رايك ممكن نشوف مين؟ هو جروك لو حطيناه جوه المنظومه دي بتواجد برضو الريتش العالي جدا ممكن توصل له بكايد بندتا، وانا عندي اشهد لك وابصم لك بالعشره ان انا عارف سينزي وعارف لعب بندتا عامل ازاي. الراجل ده
هيورينا ان شاء الله ماتش ممتع جدا. ممكن احنا نشوف بالفعل جروك، ممكن احنا نشوف رايس كريم بيلعب مره ثانيه بالكات. ليتا لسه الدرافت بول واسع جدا بالنسبه للرومرز، وشكل كده فريق الرويال كينجز هيتجاهل خدمات الروم بشكل تام، وهيكون عندنا بان على بيتريكس بعد ما قدروا ان هم يقتنصوا وياخدوا بالكايت كاري. الناحيه الثانيه لابو بعد ضمان الاكس بي لين وخدماته عند فريق الاوكامي اي سبورتس، المقايضه دلوقتي يعني نقدر نقول ما تقدرش تحدد هي لمين، واحد بيلعب على الاكس بي لين وواحد بيلعب على الجولد لين، واحد عايز يخلي البيك بتاعته سهل جدا ان هو يلعب بيها بشكل مرتاح، يعني عندك سينزي عايز يرتاح في اللين، ولسه بص اهو المكملين البانز بتاعتهم بيشيلوا برضو يزونج، وبالتالي بيشيلوا كده كتير جدا من البيكات اللي ممكن ان هي تزعج سينزي في اللين الخاص بيه. كوبا اظن نفس الكلام هيكون الناحيه الثانيه، بيتريكس موجوده، تفتكر نشوف ماركس مان تاني؟ ولو ماركس مان تاني تفتكر يكون مين؟ افتكر ان احنا ممكن نشوف برودي بشكل كبير جدا، ممكن ينفع مع كاري حقيقي. ممكن برضو موسكوف زي ما انت قلت كده، ويبقى اختيار يعني مميز جدا، ولكن طبعا بترجع ان هل في حد مميز بموسكوف ولا لا. كلود بيروح في البان يعني بيضيقوا الخناق زي ما انت قلت، ولكن خليني اقول ان فريق رويال كينجز كده تحس ان هو سمعني وانا بقول كده كده بيتريكس هتكون موجوده، وبعدها نبدا نتكلم فقالوا لي طب بيتريكس اهي في البان، مفيش بيتريكس خالص، وكلود طبعا بيكون جنبها. اعتقد برودي ممكن بشكل كبير يكون اختيار موفق لصالح فريق الاوكامي، الحلول ابتدت تضيق، ولكن برودي على سواء مينوتور او كاري او ايف او على البكات اللي موجوده ناحيه رويال كينجز هيكون كويس جدا 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 كماركس مان. اكيد طبعا البنتريشن منه او اللي هو الاختراق الجسدي ممكن ان هو يشكل خطر كبير جدا على فريق الرويال كينجز، ولكن نرجع برضو لحاجه انت لسه قايلها من شويه، انت خلاص احنا كده نقعد ونشوف الدرافت انت ايه عايزه يحصل ازاي. رايس كريم بالفعل بيحصل على بيك جروك واللي هتكون متوظفه في تشكيله فريق الاوكامي اي سبورتس. الناحيه الثانيه بيكس سريعه، بيكس شكلها كده طالعه من القلب، طلع هما الاثنين مع بعض، اسمرالدا وايس هيكون عندنا على بكايت بارتس، فالكون في الجولد لين وخدمات الاثنين ميجز هنرجع لها مره ثانيه، وهنشوف بكايت كده عندنا ايه فالنتينا، ايوه فالنتينا بالفعل هتكون هي الميج والميج الصريح، وبكايت لونوكس هتكون على الجولد لين في مهمه صعبه جدا امام بيتريكس، مهمه صعبه جدا قصاد فريق الرويال كينجز، ودرافت نقدر نقول ان هو جديد شويه علينا ان احنا نشوفه، ولكن عايزين برضو ان احنا نشوف جيم بلاي وستايل جديد. ايف كاري مينيتور باراتس، وكمان هيكون عندنا اسمرالدا، هم اختيارات تشكيله فريق الرويال كينجز، في حين ان فريق الاوكامي بيتزين بوجود مارتس فالنتينا بنديتا جروك وكمان لونوكس في اخر اختيارات فريق الاوكامي اي سبورت. ثواني بتفصلنا عن معركه ليها معاني كتير لكلا الفريقين وليها معاني كتير لكل المشجعين. انا عايزك كده تكلمني عن الدرافت، شكلك كده متحمس ان انت تشوف الماتش ده. حقيقي متحمس ان تشوف الماتش ده، خاصه ان زي ما احنا قلنا كده كاري موجوده عدوه التنكات، ولكن الناحيه الثانيه ردوا بلونوكس برضو اللي هي عدوة التنكات، فالماتش هيكون مثير جدا. ولكن خلينا نقول كده ان اسمرالدا تقريبا ده اول ظهور ليها من اول يعني ما البطولة ابتدت معانا، مش فاكر انا ان احنا شفنا اسمرالدا خالص، اسمرالدا كانت غايبة عننا، ولكن يعني اسمرالدا اعتقد ان هي مفيدة جدا جدا للتيم كتانك، وبتقدر ان هي تعمل انجيج، ده اللي احنا هنشوفه طبعا في المباراة. وزي ما احنا شايفين كده مناوشات الميد لين اللي بتبدا معانا كل جيم كده، وجود نايت بيحاول هو ينجيج كده علشان وبيعمله شويه دامج، ولكن طبعا احنا زي ما احنا قلنا بيكون دامج في الاول غير كافي. خلينا نتكلم كده ان لونوكس موجوده قدام كاري وهي الماركس مان، وخلينا نقول يعني ان جولد لينر لما بيكون ميج يا ياسو نوعا ما، في ناس بتحبذ الاختيار ده، بس انا بالنسبه لي مش بحبذ الاختيار ده. اوكي بص دلوقتي عندك هو فعلا اختيار صعب جدا التعامل معاه، ولكن برضو فكر كده معايا على موضوع ان انت روح لللورد، روح برضو للاوبجكتيفز، اكيد الموضوع هيبقى حلو، بس لما تيجي ترجع للليت جيم اكيد تواجد ماركس مان هيكون يعني حاجه كبيره جدا، ان انت معاك الفارم اللي انت موظفه في الجولد لين هيطلع كل الثمار المطلوبه منه، على عكس بكايت الميج. ولكن لونوكس نقدر برضو نقول ان هي عشان ما نظلمهاش هي بيك حلوه جدا في الايرلي جيم، حلوه جدا في الميد جيم، مفيده جدا في الليت جيم، بس مش زي كاري على التنكات، مش زي الكلير الخاص ببيتريكس وبكات كتيره من الماركسمان. بص دلوقتي عندنا في الميد لين بعد ما تحصل ايس على جميع الستاكس المطلوبه، تحصل ايضا على ليفل 4، والفريقين دلوقتي بداوا ان هم يجهزوا نفسهم. الكات لين موجود عندك في البوت لين، بص على
اسمرالدا وبص على ايس بيحاولوا ان هم يشتروا وقت، بيحاولوا ان هم ياخروا سينزي، وسينزي الناحيه الثانيه فاهم اللي بيحصل بالظبط. جود نايت موجود والدمج حلو جدا، سينزي معهوش الالتيميت وبالتالي لازم ان هو يرجع لورا. سكند سكيل منك يا ميو مزعجه جدا. واللي عندك في الميد لين واللي ممكن يستغربوا الناس ان الميجز دلوقتي عندنا في البوت لين ومش حاصل على ليفل 4 في حين ان الاولويه راحت للجروك ومينيتور. بص عندك دلوقتي الدمج حلو جدا والالتيميت موجود ولكن غير كافي. بص على كينجي، بص على الريتيبيوشن، بص على كينجي لسه بحكي لك على الريتيبيوشن. ايس والدمج عليك عالي يا ايس والفيرست بلود موجوده. ميو الناحيه الثانيه بيستفيد بخدمات الالتيميت شن والدمج العالي جدا او الكراود كنترول العالي جدا، ولكن يعودوا للخلف. فريق الرويال كينجز يعودوا وهم مش معاهم كل وهم مش معاهم التيرتل. بدايه مغيره جدا للمباراه الاولى ولكن بدايه مبشره جدا لفريق الاوكامي اي سبورتس. حقيقي بدايه مبشره لفريق الاوكامي ونوعا ما ده ما يعني عكس اللي حصل الجيم الاول. الجيم الاول كان رويال كينجز هو اللي مسيطر بشكل كبير جدا، ولكن دلوقتي فريق الاوكامي نوعا ما ابتدى ان هو يسيطر. اخذ اول كلايه فيرست بلاد واخذ التيرتل، فحاليا فرق الجولد راح معاه 1000 جولد واحنا لسه في مينت 3. فرق كويس جدا وبدايه موفقه لفريق الاوكامي، ولكن زي ما احنا شايفين كده الوضع هادي والايس بيحاول ياخد بلو باف نوعا ما. كينجي كده ورايس كريم عايزين ان هم يحاولوا ياخدوا منه بلو باف، لكن زي ما احنا شايفين كده الدمج عالي جدا من بارتس وكينجي الدمج الكبير. هل يقدر ياخد الكيل ولا لا؟ الالتيميت موجوده معاك يا مارتس، الالتيميت موجوده معاك يا مارتس، قادر انك تاخد الكيل والالتيميت من ايفو. مارتس قادر فعلا انه ياخد الكيل على بارتس، وزي ما احنا شايفين الدبل كيل. لا 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 عندك يا مارتس يا عظيم يا لعيب يا كبير يا كينجي، وقلنا واتكلمنا عليك يا كينجي اكتر من مره. مارتس معاك خير، مارتس معاك حاجه تانية يا كينجي يا كبير يا كبير يا كبير، زي ما احنا شايفين في الاعاده وفي الاعاده الافاده. الله عليك يا مارتس، والكلايه الاولى والمقص والدبل كيل والتريبل كيل على كوبا، ومارتس هيغير معانا شكل المباراه يا اس. الامنيات متشابهه ولكن الطريق والموقف لا يسمحان لفريق الاوكامي اي سبورتس ان هو يسمح لفريق الرويال كينجز ان هو يحصل على النقاط النظيفه الثلاثه. والاوكامي اي سبورتس حاليا ينتفضوا في ارض الفجر. الاوكامي اي سبورتس حاليا يقدروا ان هم يرجعوا في احسن صوره ليهم بالبدايه الموفقه دي. بارتس هي بكايه صعب جدا التعامل بيها لو راح منها الفورم. بارتس دلوقتي بيتبلطج عليه، بيتبلطج عليه في معقل الجنجل الخاصه بيه. بص عندك كينجي والريتيبيوشن، بص عندك الاوكامي والرسمه، بص عندك الحلاوه، بص عندك الجمال، بص الدلال، وبص عليك يا كينجي. اوكامي اي سبورتس يتحصلوا على كل ما يمكن للعبه ان هي تقدمه، على كل ما يمكن في الماب ان هم يتحصلوا عليه. حتى دلوقتي دخلوا على الجنجل وبيقدروا ان هم يحصلوا على البلو. انا مش فاهم اللي بيحصل، بس الاوكامي اكيد دارسين كل خطواتهم. حقيقي الاوكامي دلوقتي فريق مختلف تماما عن اللي شفناه في الجيم الاول. 5 كلات مقابل ولا كلايه الفريق رويال كينجز. الاوكامي حاليا معاه 2 ترتل، معاه كل حاجه، معاه تاور. الناحيه الثانيه فريق الرويال كينجز لسه ما اخدش ولا كلايه، ما اخدش ولا ترتل، ما اخدش ولا طور. فرق الجولد 4500 جولد، وده فرق كبير جدا بالنسبه ان احنا لسه في اول 5 دقايق. فرق كبير وعظيم لفريق الاوكامي، ولكن فريق الاوكامي قادر انه يستمر بالشكل ده ولا لا؟ قادر انه ينهي الجيم ولا لا؟ زي ما احنا شايفين ده الالتيميت من رايس كريم، ولكن هيقدر يهرب ولا لا؟ اعتقد هيروح فيها. زي ما احنا شايفين ميلاتور كده بالجامب بتاعته، ولكن رايس كريم خلاص كوستاريكا هياخد عليه الكلايه وقادر ان هو يهرب. وكوستاريكا دلوقتي اللي هيروح فيها ولا لا؟ زي ما احنا شايفين كينجي موجود، كينجي موجود والدمج عنده كفايه، ولكن ميلاتور او شن قادر ان هو يهرب. وبراتس موجود وكينجي موجود، والوضع دلوقتي هيبدا يستقر تاني. والترتل على بعد 30 ثانيه، ترتل بالفعل على بعد 30 ثانية، ونقدر نقول ان الهدوء بدا يخيم على اجواء المباراة عند فريق الرويال كينجز. الضغط بدا ان هو يظهر على فريق الرويال كينجز. دمج عالي جدا دلوقتي، رايس كريم ممكن فيها فليكر والتيميت ولا ايه؟ لا معهوش فليكر، وبيقدر ايس ان هو يعود للخلف. 20 ثانية بل اقل تفصلنا عن الترتل القادمة. وفريق الرويال كينجز حتى الان خالي الوفاض، حتى الان لم يحصل على اي كل، حتى الان لم يظهر اي ملمح من ملامحه في المباراة الماضية. ودلوقتي بنشوف الاوكامي في الجولة دي، الاوكامي في الجولة دي مختلف، الاوكامي في الجولة دي متوحش، قادر ان هو يحصل على كل شيء، قادر ان هو يكوش على كل حاجة. تورين 3 ترتل، وعندك دلوقتي الفورم بيفرق
4000، زود لي 5000، ادخل لي في 6000 فرق في الجولد. وفريق الاوكامي مكمبر، فريق الاوكامي بيسيطر، فريق الاوكامي بيقدر كمان ان هو يجيب الكل ويقدر ان هو يزود الخطوره. المهمه بقت صعبه، لا دي بقت قريب من المستحيل. اوكامي اي سبورتس 6 قتالات حتى الان نظيفه، رويال كينجز حتى الان لم يظهر اي شيء من المباراة الماضية. حقيقي، وزي ما احنا شايفين فريق الاوكامي سيطرة كاملة على اجواء المباراة، زي ما احنا شايفين كده. اوه حلوة، والالتيميت من ميلاتور، وايفي يرد بالالتيميت بتاعته، ولونكس قادر ان هو ياخد الكل على ميلاتور، وبلعوا ايس كده واخده وكاري قدر ياخد الكل على فالنتينا. زي ما احنا شايفين 7 كيلات لفريق الاوكامي، ولكن كينجي لسه موجود. كينجي حلوة، معاه الدمج، كينجي معاه الفايت. ولكن كينجي يعني زي ما نقول تراجع كده وساب الفرصة لكوستاريكا وإزمي ان هو يعيش، ولكن زي ما احنا شايفين كده لونوكس قدر ان هو ياخد الكيل على ايف، ومونستر كيل من مارتس على براتس. 9 كيلات للأوكامي مقابل كلاية واحدة يتيمة لصالح فريق الرويال كينجز. الفرق كبير جدا للأوكامي، ونوعا ما نقدر نقول الماتش ده من ناحية واحدة بس. ناحية واحدة بس بالفعل. فريق الأوكامي اي سبورتس، بص على الدمج، 4 من فريق الأوكامي اي سبورتس هم المتصدرين. نقدر نقول بس التانك هو المحروم من الدمج، يعني بكفاية، يعني كفاية دمج من فريق الأوكامي اي سبورتس. رويال كينجز حتى الآن ما زال يبحث عن الحلول، رويال كينجز حتى الآن ما زال المطالب بإيجاد الحلول وليس فقط البحث عنها. رويال كينجز بيخسروا المرة دي جميع الأبراج. المرة اللي فاتت كنا شفناهم 9-0 في الأبراج، المرة اللي فاتت شفناهم مسيطرين على كل أنحاء المباراة، ولكن المرة دي مفيش أي حاجة في إيديهم، مفيش أي أفضلية عندهم، ولا تيرتل تشفع، ولا لورد، ولا حتى عندك تاور يقولك إن أنا موجود ومعمول له كل ديستروي من ناحية فريق الرويال كينجز. وفالكون دلوقتي، وبص على بكايه لونوكس اللي لسه بنتكلم عليها، لونوكس بتخلص اللورد بشكل سريع. فريق الاوكامي اي سبورتس يحصل على جميع 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 ما يمكن الحصول عليه حاليا حتى الان في المواجهه اللي بتجمعه مع الرويال كينجز. حقيقي، وزي ما احنا شايفين دلوقتي السيطره تامه لفريق الاوكامي زي ما قلنا، ويعني الماتش رايح بشكل كبير جدا لصالح فريق الاوكامي. فريق الرويال كينجز مش قادر انه يعمل اي حاجه، لسه ما اخدوش ولا طور، لسه ما اخدوش ولا ترتل. طبعا الثلاثه ترتل كانوا موجودين لفريق الاوكامي. حقيقي، اللورد موجود مع فريق الاوكامي حاليا، وزي ما احنا شايفين السيطره وكل حاجه موجوده مع فريق الاوكامي. فريق الرويال كينجز ما اخدش اي حاجه الجيم ده، هل قادر انه يرجع ولا لا؟ مفيش حاجه مستحيله طبعا، وارد جدا ان احنا نشوف الكومباك، ولكن يعني هي صعبه ولكن مش مستحيله. زي ما احنا شايفين اللورد موجود في البوت لين، والفايت موجوده في الميد لين، وكينجي موجود وهو بيتشرس كده على التاور وقادر انه ياخد التاور، واللورد خلاص على وشك الوصول، وكينجي هنا يعني داخل على التوب لين مش عايز يرحم، تاور ورا تاور، تاور ورا تاور. وزي ما احنا شايفين الفريق كله موجود دلوقتي في البوت لين. هل هنشوف الفايت؟ هل هنشوف الالتيميت من ييف؟ هل هنشوف الالتيميت من فالنتينا ولا لا؟ زي ما احنا شايفين فالنتينا فتح الالتيميت، لكن اللورد دخل على البوت لين، والكلاية والجاد لايك من مارتس على مارتس. الله عليك يا كينجي، ولكن كاري كوبا بيرد على طول على مارتس وقادر انه ياخد الكلاية، والديفند موجود، ولسه فريق الرويال كينجز موجود. فريق الرويال كينجز لسه عايش، وفريق الاوكامي ما قدروش ان ياخدوا ولا انهيبيتور ياسو. الانهيبيتورز بالفعل ما زالت قائمه عند فريق الرويال كينجز، اللي المره دي بينجحوا في الدفاع، ولكن مش كل مره تسلم الجره. ممكن ان احنا نشوف فريق الاوكامي المره الجايه بياخد الابراج الداخليه او الاساسيه، بل من الممكن ان هو كمان يحصل على الجيم، وفريق الرويال كينجز ممكن برضو ان هو ينتفض، ممكن برضو ان هو يرجع. كوبا لسه الدمج موجود، وممكن يقدر جود نايت في اللقطات الحاسمه، بيقدر ان هو يسرق التيميت ايف، والمهم هو اللي جاي. لسه النهايه ما حصلتش، لسه النهايه ما جاتش. اوكامي تيم ما زال مسيطر على اجواء المباراه، ولكن الرويال كينجز ما زال في رحله السعي وفي رحله الحصول على الرمق الاخير نقدر نقول، والمحاوله الاخيره في مواجهه فريق الاوكامي. حقيقي، زي ما قلنا فريق الرويال كينجز لسه عايش ولسه الامل موجود، وفريق الاوكامي طبعا
دلوقتي في انتظار اللورد اللي هيكون على بعد 40 ثانية، عايزين ان هم يحصلوا على اللورد ده عشان يحاولوا يعني على الاقل لو مش ينهوا الجيم يحاولوا ان هم ياخدوا الطورات الداخلية لصالح فريق الرويال كينز، والجيم يتفتح ليهم بشكل كبير جدا زي ما احنا شايفين فالنتينا كده والمناوشات. ولكن زي ما قلنا اعتقد يا ياسو الفريقين دلوقتي مستنيين اللورد، ولكن هل فريق الرويال كينجز هيحاول يخش في اللورد ده ولا فريق الاوكامي هيكون لورد سهل جدا واستسلام كده ممكن نشوفه من فريق الرويال كينجز؟ هو السؤال الصراحه صعب، يعني سؤالك بامانه صعب، لان فريق الرويال كينجز يقدر، هل عنده المقدره؟ اه هو عنده المقدره، ولكن بشكل بسيط جدا. المخاطره عاليه جدا، ولكن المخاطره تستحق ممكن برضو ان هم يروحوا للخيار الامن وهو اللجوء الى الدفاع بالنسبه لفريق الرويال كينجز والاوكامي اي سبورتس. دلوقتي اللورد نزل ولكن منتظرين تقريبا كده الدقيقه 12 عشان اللورد يبقى انهانسد، وبالفعل دلوقتي بداوا في اللورد. هنشوف مع بعض اللورد سريع، لورد سهل جدا لفريق الاوكامي اي سبورتس، في حين ان الرويال كينجز استغنى عن المخاطرات، استغنى عن ان هو يدخل منطقه اللورد. اللورد دلوقتي نزل، واللورد دلوقتي ممكن يكون الاخير، وممكن برضو ان هو يكون لورد يعني الدفاع عليه ناجح بالنسبه لفريق الرويال كينجز. اوكامي اي سبورتس في انتظار وفي تلهف للحصول على النقطه الثمينه جدا بالنسبه له في رصيده في جدول الترتيب، ولكن الرويال كينجز برضو على موعد مع ثلاثيه نظيفه، ولكن الموعد ده نقدر نقول ان هو اتلغى، ممكن نقدر نقول ان هو اتلغى. اللورد جاي دلوقتي عندك من الميد لين، اوكامي تيم في الميد لين دلوقتي بيقدروا ان هو الاوكامي عفوا اللورد جاي من البوت لين والاوكامي تيم في الميد لين، ممكن فيها فليكر التيميت من رايس كريم. رايس كريم بيتقل دلوقتي وعايز ان هو يدخل، لكن شين مستني بيه التشارج. سينزي موجود، والفريق الفريق الاوكامي اي سبورتس بيحاول على قد ما يقدر ان هو يجيب من الابراج اللي يقدر عليه. بص عندك دلوقتي الاوكامي يا خولي، بص عندك الفليكر التي يا خولي، رايس كريم من الالتيميت موجوده، بص عندك فيها الفينش ولا لا. اوكامي تيم بيقدر ان هو يجيب اثنين، اوكامي تيم بيرجع ولسه الاتش بي قليل، ممكن ان هي فيها فينش ولا لسه. اوكامي اي سبورتس تيم ممكن ان هو يخلصها، بس دلوقتي عندك لسه في دفاع، الدفاع مستميت، ولكن الاوكامي اي سبورتس دلوقتي كله عايش. الاوكامي اي سبورتس هذه الجوله يقول اليوم منتصر واحد فقط، وهذا المنتصر هو انا. يتزين فريق الاوكامي اي سبورتس بنقطه اولى على حساب الرويال كينجز، ونقطه من حساب فريق ابن بلدي، نقطه اسيا ولكن نقطه مهمه.